كلمة تليفون مخرج اسمه ياسر سعيد، كان كلمني عشان عايز بطل الفيلم قصير هو بيعمله وانا رشحتك ليه. لو هتيجي تشتغلي معايا تاني يبقى تسمعي الكلام من غير ما افتحي بقك. تبعتني لياسر اللي ما بيفهمش حاجه. انت اللي سبت بنات ياسمين وشكلي اهو هرجع لها، يعني هروح بكره اصور اعلان كده من نفسك من غير ما تقولي له. على فكره انت هتضرب. ربنا يكرمك يا باشا. طب الريحه من المرر كمل اكبر ريحه اتفضل. وبعدين قابلت واحد جنبي عايز احكي لك عنه. واضح انك لسه بتستعري مني. ما تزعلش مني، انت ما عندهاش بعد النظر خالص. بما اننا كبار كفايه ممكن نقفل الموضوع بشكل كويس. ما تيجي نطلع الفيلا في العين السخنه، الجو هيبقى جنان هناك. انا بسطت قوي يا كريم النهارده بجد. طب ما تريحني وتقولي انت مستني مني ايه. ركز في اللي انت فيه وسيب الباقي عليا انا، مفهوم؟ كات. حلو قوي يا جماعه. عبد الله انت تمام؟ تمام يا استاذ. ايه مايو كله تمام؟ نعم برافو يا عم. يلا نجهز الشوط الجاي. احضر اللي جوه الكوريدور ولا اللي بره؟ خلي بالك نسينا بس الشوط هنا نعمله بكره عشان الشمس. طيب انا هلحق الشمس ولا اجهز عليه يا ريس؟ تلحق الشمس بس ما تسيبش مازن لوحده هيريح. ها حاضر. طب بالنسبه للكومبارس ماشيين كلهم بس في واحد كده لابس احمر خليهوه بقى. حاضر. لوكيشن الفيلا الصوره بتاعته جاهزه، تحب افرجها لحضرتك؟ لا خليها بكره. الو يا دكتور ازيك؟ تأمرني؟ صباح الخير. صباح الفل. شاي؟ لا اهو ماشي. ما تجيب سيجاره ولا خش اجيب لك؟ طيب لا هدي هدي. لا شكرا يا منصور. وحصل امبارح تقريبا مش فاكر حاجه خالص. ولا انا، ودي بقى احلى حاجه. مش عايز تخش؟ يا عم السباحه الصف. ما تعرفيش عايزني ليه؟ اكيد عايز اديك كلمتين عشان ما جيتش المره اللي فاتت. بقولك ايه يا كريم، انا قلت له زي ما اتفقنا بالظبط ان عمتك تعبانه في اسكندريه عشان كده ما جيتش. اوعى تطلعني كدابه. بقول لك ايه، هو لو اتكلم معايا مش هسيبه حوار معايا، انا هخش فيه شمال واللي يحصل يحصل بقى. سالنا سؤال غريب قوي المره اللي فاتت، قال لنا ايه اكتر فيلم بنحبه وخلانا نمثل منه. هو انت ايه اكتر فيلم بتحبه صحيح؟ مش هتعرفيه. ليه يعني؟ شايفني جاي من ورا الجاموسه؟ اون ذا ووتر فرونت. عارفاه طبعا. طب بتاع مين؟ مش فاكره دلوقتي بتاع مين، بس اكيد عارفاه يعني. طيب يلا سلام عشان انا وصلت بقى. طب
ازيك يا خالد؟ انا ازيك يا ياسمين؟ عامل ايه؟ الحمد لله تمام. سامح جوه؟ لا ده في اوردر وجوه في كاستمر. ازيك يا ياسمين؟ ازيك يا احمد؟ عشان كده ما بيردش عليا؟ معلش عندنا ضغط شغل الايام دي. طب قوله ان انا سالت عليه ماشي؟ عايز اخش الحمام. ياسمين ياسمين يا ابني هخش الحمام. ازيك يا سامح؟ مش هشوفكوا بقى النهارده بالليل زي ما اتفقنا؟ والله ممكن بس اشوف بس اشغالنا بس. لا بجد ممكن على 9 كده ولا ايه؟ اه ان شاء الله. لا اوعى تنسوا بجد زي ما اتفقنا. طب سلام بقى موزه تلاقي تاكسي واقف بره. ماشي باي باي. تعرفش اسمها ايه؟ يا عم انا قلت يمكن تكون قالت لك ولا حاجه. النهارده هعمل حسابها كمان. لا يا معلم انا بقيت عندك امبارح بس عشان كنت شارب ومصدع ومش عارف اروح، لكن النهارده لازم ابيت في بيتنا. بلاش شغل النشره ده، احنا مش خلاص صحاب. بقول لك ايه، في واحد مخرج صاحبي عايز اعرفك عليه. انت بجد ما تعرفش اسمها؟ نمره انت يا مان والله. يعني برحب بيه، رجع تاني بيشتغل وعامل انترفيو مع فريق ضاحي خلفان، وان شاء الله يبقى موجود الناس تتفرج عليه. بتكلم من بعيد، بقت كل مكالماتك اسرار عشان ما اقطعش عليك البرنامج، وبعدين عارفه انك بتركزي معايا. اي كريم اطلع من البلكونه حالا. انت تحت مجنون. بقول لك ايه، انا رايح بكره اوردر بتاع طارق العريان. تخيلي طلبني بالاسم من عزه. ايه ده بجد؟ بس بكره؟ عارف يا ستي بكره عيد ميلادي، ابي تعالي التصوير، لازم اشوفك بكره. انا مبسوطه قوي يا كريم. هتعمل دور ايه؟ بصي انا لسه ما اعرفش، بس يمكن اعمل دور حازم اللي بيحب ياسمين وحياته طالعه ونازله زي السلم والتعبان. نهى. الو يا مجدي. هاي ازيك؟ تعالوا اتفضلوا تعالوا. لا معلش احنا هنقعد على الترابيزه الثانيه. على فكره عادي ممكن نقعد. اتفضلوا اتفضلوا اتفضلوا. يا اهلا يا اهلا. اهلا بيك. احب اعرفكم محمد هاشم اسمت صلاح عثمان السياحه. انا مجدي بدير فني سابقا وكهرباء حاليا. اهلا. وطبعا يا جماعه نوها كلكم عارفينها طبعا، يعني امبارح سينما والنهارده مزيكا وبكره كوره لو لازم الامر. ايه ما عرفتناش؟ ريدي ريدي. يا ترى بقى سبع ولا دبع؟ معلش اصل مجدي بيحب الهزار وبالذات مع الناس اللي يشوفهم اول مره. لا على فكره اللبن مفيد جدا. معلش والنبي انا كريم فهمي معاكم النهارده. اركن عربيتي فين ولا ممكن حد يركنها لي؟ انت جاهز مين؟ استاذ طارق العريان. يعني مطلوب مني اعمل لك ايه؟ انا بسال عادي، يعني اركن عربيتي فين؟ اركنها في اي حته فاضيه، ولا تحب سيادتك تنزل واركنها لك احسن. شكرا. انتوا هنا من الساعة كام بقى؟ 5:30 الصبح. ياه ده من بدري قوي. بنيجي بدري لازم اول ناس موجودين. شكرا يا طارق. طب استاذ طارق بقى بيجي الساعة كام؟ بيجي براحته وقت ما بيصحى من النوم. الوجع تحت يمين مش كده؟ الو يا حبيبي ايه الاخبار؟ عشان جاي انت بتحس طبعا بالوجع مع السوق. خلاص خلاص. صباح الخير يا رئيس. شايل استاذ محمود. النهارده راس هنعمل مشهد 31 و48. هتبتدي بايه؟ ب 31 يا فندم. لا ابتدي لي ب 48، بلاش على 30 في الاول. حاضر يا فندم. طب 48 ده ناقص عربيه الاسعاف. طب اجهز اقول لحضرتك يا فندم؟ اجهز وظبط عشان عايز اقعد مع الممثلين. خلاص اوكي بس. حاضر يا فندم.
استاذ طارق. ايوه انا كريم فهمي جاي من طرف الدكتور عز التبعوف، هو كان قال لي كده لحضرتك. اه لا سهل. طب تستنيني دقيقه معلش. شادي صباح الخير. سوري الدنيا زحمه بجد، فين ستانلس عشان اجهز؟ هو اسواني ما كلمكيش؟ كلمني امبارح بالليل بس كنت نايمه. طب تعالي معايا يبقى فينا شرب اي حاجه. طب اجهز عشان متاخره. تعالي بس تعالي معايا الاول. اتنين شاي يا عم طه. ازيك يا عم؟ امبارح كلمنا اسواني عشان يعني فين بتعمل ايه هنا؟ ازيك يا سمير؟ بيبي ازيك؟ مش انا الهيرو بتاعت الاعلان؟ حصل تغيير امبارح. يعني ايه تتفقوا معايا وتجيبوا حد تاني؟ مش احنا ولا مكتب الكاستنج، والله الكلاينت. كلاينت هما اللي غيروا رايهم. مش عليا يا شادي، عمان انا غلطان عشان تاني مره مش هشتغل غير مع رجاله بتحترم كلمتها. ليه كريم عايز تمثل؟ تحب التمثيل ولا اكل عيش بالنسبه لك؟ لا طبعا بحب التمثيل. هو حضرتك لو على اكل العيش ما انا دكتور اسنان اصلا. والله؟ اه. هتسيب الطب عشان التمثيل؟ اه ده قرار خلاص. بس التمثيل ده حاجه صعبه قوي، عايز موهبه وعايز قبول وعايز حظ، ممكن تقعد سنين كده ما توصلش لحاجه. ليه كده؟ والله حضرتك انا هعمل اللي عليا والباقي بقى ده بتاع ربنا. طب انت عارف محمد رجب مش كده؟ اه طبعا. انت عارف ان هو قعد 7 سنين يشتغل في انتاج واخراج وحاجات كتير جدا لغايه لما جات له فرصه ممثل؟ انا عايزك تعمل زيه. استاذن حضرتك عايز تبص على الفلوس بس عشان نصور؟ يلا جاي لكم حالا. طيب بس حضرتك انا ما بعرفش اعمل حاجه غير التمثيل. مش مهم، انا عايزك تبقى جاي لك الفرصه لغايه عندك، تبقى في المجال بتاعنا، ما تقعدش تجري ورا مخرجين ومنتجين. فاهم قصدي؟ اشتغل في الانتاج؟ اسعد. ايوه يا استاذ. كريم هيبقى معاك في الانتاج. ماشي يا استاذ. يلا مرمط. ماشي يلا بقى عم كريم عشان في شويه طلبات عايزين نجيبها للانتاج. ازيك يا عمرو؟ اخبارك ايه؟ عامل ايه؟ الفيوزه فين؟ فين؟ هنا هنا. طب عايز بقى مش عايزه في النص بس. اكتب وراي. الحاجات اللي اقول لك عليها دي تجيبها من الاماكن اللي اقول لك عليها بالظبط. هتروح اي سوبر ماركت تجيب لي مكنسه وجاروف، بعد كده تطلع 7 شارع الجمهوريه في محل تحف هناك، تجيب لي الاباجورتين اللي هيتكسروا في المشهد. انا متفق معاهم على 200 جنيه، اوعى تعمل فنجاي وتعلي في السعر، وخلي بالك وانت بتحطهم في الميكروباص اوعى يتكسروا منك. فاهم؟ بعد كده تعدي عليا رزخانه في سكتك تجيب لي الدواء ده. هتعرف تقرا اللي مكتوب ولا لا؟ ان شاء الله. اه تطلع بعد كده على مكتب زنيتا تجيب لي الفندق الاسود. خد السيناريو ده صور لي منه 5 نسخ. ده مفتاح عربيتي. اركنها لي في اي حته فاضيه. امسك. مش اتعلمت تركن يا بابا؟ بحب الشقاوة اللي بتبقى في عينيك. ستوب ستوب ستوب. هاي قمر. هاي ازيك؟ اخبارك؟ تمام. مين القمر ده؟ ريدي. هاي اخبارك ايه؟ ايه انت لسه ما خلصتش؟ قدامي شوية. قدامك قد ايه يعني؟ مش كتير، لو تحبوا تستنوا اوكي او تروحوا تشربوا حاجة اوكي عادي. لا خلاص يبقى هنرجع. خلاص كمان شوية. اوكي يلا باي. يلا يا ريدي. باي باي يا جميل موت. اوكي يلا نكمل. اوكي يا استاذ ريدي. اوكي تحب تروح فين؟ اي مكان تحبي.
ايوه يا دينا كله تمام. كله تمام. بص التليفون هيقطع شحن فقولي بسرعه. لا لا تيجي ايه؟ تيجي ازاي يعني؟ انا مشغول والجو مش ظريف. التليفون هيقطع يا دينا. باي 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 باي. هنعمل مكنة كبيرة. المكنة دي عليها شوية تروس. هل في ترس كبير؟ ترس كبير ده عليه أوضة. الترس ده هيلف، هتلف بقى مع الأوضة وانت جوه الأوضة، وبعدين الأوضة تلف هتقوم طالع معها على السقف. واحد واحد يا عم تامر، امشي على الحيطة. انت بتصور بورصة يا عم. يا جماعة انا عايز فكرة جديدة كده، عايز فكرة فيها موزز، فيها هق ومق. دلعنا كده، عايزين نشتغل لايف يا عم. لو ينفع انا ممكن اتدخل واقول فكرة. اتفضل. على فكره علاء درس تمثيل واخراج. والله قول يا علاء. هو زي ما انا فهمت كده ان الموضوع واحد بيدور على حبيبته طول الوقت، فممكن اللي احنا نمسك في التيمه بتاعه التوه دي نفسها، ولتكن متاهه. فهو عمال بيجري في المتاهه وعمال يدور على حبيبته، فجاه تظهر له واحده، شويه بيجري في حته تانية فجاه لقى واحده تانية لابسه نفس اللبس اللي كانت لابسه دي. حلو الجو ده، كمل يا عم كمل. فجاه بيجري من ناحيه تانية لقى واحده ثالثه برده نفس لبس اللبس، عمال يجري من هنا ويجري من هنا، والبنات عماله تجري وراه، وكل واحده تطلع له شبه التانية. يا روح الروح، شايف الكلام؟ ايه اللي بداع ده يا عم؟ امشي كده لاقي موزه، امشي كده لاقي موزه، مش تروس احنا في مراجيح يا عم ولا ايه؟ عجبك يا موزه؟ امال ايه يا عم؟ حلو الجو ده. خلاص حلو يا ملص. حلو. والمصحف حلو بس ايديها فيها شعر. طب بمناسبه بقى الحلاوه اللي احنا فيها دي، انا عازمكم النهارده على سهره عندي في المحل. ماشي. عشان تتفرجوا على نمرتي. ماشي. انا اللي هجيبه، محدش عارف يجيبه غيري. انا عارف هو فين وبيعمل ايه دلوقتي. كات كات عمر. ايوه استاذ. من اول ما تبتدي من هناك ابتدي عايل عايل نكمل على ولا ولا وصلت من اول هابط. يعني جبت الحاجات. اعمل حاجه صح في العربيه. تعالى معايا شوف. يلا يا عمرو تاني. يلا يا جماعه بروفا ستاند باي اكشن. مش معنى انا الوحيده اللي بتدرب فسحه؟ لا لا لا، الفسحه دي في المدرسه اسمه فسحه، واحسن طريقه عشان تتمرني هو انك تقري في المصحف الشريف. انا الوحيده فيهم اللي ما بعرفش انطق يعني. عمرك ما سالتي نفسك ليه في الاعلانات ما بياخدوش غير صوتك بس؟ كانوا بيجيبوا حد تاني عشان يركب الصوت عليكي، لان في الاعلانات انت عباره عن منظر، صوره، لبس، مكياج، لكن التمثيل غير كده خالص. تمثيل حركة، أداء، صوت، نطق. فإما تتعلمي التمثيل كويس يا ما تجيبي واحدة صاحبتك تدبلج لك الصوت بقى. أيوة بخونك صح زنونك، مفيش داعي لكلام جارح. طب إيه رأيك إن أنا خنتك ياما وآخر مرة مبارح. ستوب ستوب ستوب. ريدي قلبي، أنت مش ماسك المقام خالص، خاسس. يلا مرة كمان مرة كمان. حاضر. أوكي. ايوه بخونك صح زنونك، مفيش داعي لكلام جارح. حبيبي مفيش اي مشاكل، تكمل بكره. خليه يكمل وابقى اظبطه على الاوتو تيون. بس هو لو اتعود على كده بجد عمره ما هيبقى مغني ابدا. اسمع اللي بقول لك عليه. براحتك. اوكي ريدي. اوكي اوكي يلا تاني. يلا غني. ماشي. اوكي 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 يلا.
ايوه بخونك صح زمونك مفيش داعي لكلام جارح غير المغضوب عليهم. لو سمحتي يا ياسمين لو سمحتي ركزي المغضوب عليهم بالضاد اتفضلي غير المغضوب عليهم يا ياسمين بالضاد غير المغضوب عليهم خلي لسانك يلزق أكتر في سقف حلقك المغضوب ضاد تاني المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم مغضوب تاني المغضوب عليهم طب خلاص خلاص استني لما تقومي اغسلي وشك وبعدين هنكمل انا عملت اعلان كنت هعمل واحد تاني وهم اللي شالوني منه طب اشمعنى يعني بتقولي الكلام ده دلوقتي ما اعرفش حسيت ان انا عايزه اقولك طب يلا قومي اغسلي وشك عشان هنحضر الفيلم بتاعك فيلم ايه انت نسيت الفيلم بتاع ياسر يلا نروح نحضر البريمير بتاعته دلوقتي لا سلاما ودي التونة انت متأكدة ان دي تونة؟ اصل التونة شكلها في السوشي كده يا سلام مش زي علب التونة اللي انت عارفها اوكي ما انت لو اتعودت عليه هتتمنى منه هسيبك ثانية اخش الحمام وارجع مساء الخير يا فندم مساء الخير لبن حضرتك لبن لبن طربوا لك الاساس ايه ده ولا حاجه يا جماعه معلش حصل خير مفيش حاجه معلش يا استاذ مصطفى انا لو كنت تقلت معاك في الهزار شويه وعشان اصالحك انا هقول لك على حاجه مهمه قوي اللي معاك ديت يا معدى عليها ناس كتير لو انت عارف بقى تمام ولو انت ما تعرفش يبقى اديني قلت لك في ايه ولا حاجه كوبايه اللبن تلقت علي ازيك يا نهى ايه اللي حصل يا مجدي ادي المكنسه وادي الجاروف وادي الفندق الاسود وادي كيس الدواء وادي الاباجوره دي مدششه كده ليه هتلاقيها اتكسرت في اي مطب وانا مالي مخصومه مني مخصومه مني ازاي انا اصلا تحت التدريب ولا هتدفع حقها برضه 100 جنيه عشان تحرم وتاخد بالك من حاجه كريم استني هات وهتجيب واحده تانية انت ايه اللي جابك انا جاي اقول لك كل سنه وانت طيب واديك هديه عيد ميلادك انا مش قلت ما تجيش يعني ما تجيش في ايه كريم هو في حد مضايقك انا ما حدش يعرف يضايقني مالك دينا عشان خاطري عشان خاطري امشي دلوقتي انا عندي شغل ساعات بتحس ان الدنيا بتقولك جاي الوقت انه يحصل تغيير تعديل زي المواسم كل سنه الربيع كان حلو قوي بس الصيف خلاص خلص والخريف ما لحقناهوش ودلوقتي مره واحده الدنيا مرضت مرضت قوي لدرجه ان كل حاجه اتجمدت والحب اللي بينا دخل نايم خلي بالك من نفسك طبعا مبسوط انا اصلا ما كنتش فاكره ان حد هيجي يتفرج على الفيلم ده الحمد لله ياسمين الف مبروك الله يبارك فيك عجبك العيال الاندال دول ما جوش ليه الله يبارك فيك معلش يا ستي دينا راحت تكلمني تصوير عشان عيد ميلاد النهارده اديو قال لي مش مهم السيد ريدي بقى راح لطنط نبيله طنط نبيله مين ما تاخديش في بالك
طيب احنا هنسيبك بقى عشان تلمي المعجبين بتوعك. ماشي. تمضي اوتوجرافات قريب. بصي بقى انا كمان هخلع عشان عندي مشوار مهم. انت لسه ما قلتليش رايك. هكلمك. باي باي. باي. الف مبروك. كنت هايله قوي. انا مش عايزك تبقي لسه زعلانه مني. ياسمين انت عارفه انا بعزك قد ايه وقد ايه كنت واقف جنبك من غير ما يكون في بيننا مصلحه او اكون عايز منك اي حاجه. كل اللي انا عايزك تعرفيه انه كان غصب عني. هتقولي كلاينت تاني؟ لا مش الكلاينت، دكتور عزت هو اللي اتصل بالمخرج وكلمه على العقد اللي انت كاتباه معاه. عايز اتكلم المخرج امتى؟ قبل الاعلان. قال انه ممكن يعمل مشاكل لو انت صورتي الاعلان. انا حبيت اقولك عشان ما تبقيش زعلانه مني. انت طالب ايه؟ انا طالب الشباب. ما طب ما زي كباب. لا انت كباب وكفته. كريم ازيك يا كريم؟ عملت ايه النهارده؟ استاذ طارق حضرتك شفت تمثيلي؟ لا. طب ممكن تشوفه؟ ماشي ابعت لي سيدي وانا اتفرج عليه. ممكن تشوفه دلوقتي؟ دلوقتي هنا كده؟ سيبني اسليك وحضرتك بتاكل. انت من النهارده تنسي ان انا عملت لك مفاجاه وجبت لك هديه. تنسي اني صحيت في يوم من النوم لقيتيني حاطط لك الفطار على حجرك. تنسي اني صرت اخر شهرين في حملك خايف تصحي موجوع. تنسي ان انا رحت كل زيارات اهلك اللي بكرهها عشان انا كمان هنسى. وما شفتك غير لما شفتك معي على السرير واحد. ايه بتكافئي على كل اللي عملته لك؟ كويس يا كريم، برافو، حلو قوي. اقعد كل. شكرا. كويس. اتعلم ان انا اعمل شاي للمخرج ولا اتعلم ان انا انزل اجيب ابجرات من حته رخيصه؟ في ايه؟ حاسه ان انا بخون شريف. النهارده كان بيتفرج على المسرحيه سامي العدل ومحمد العدل، وعازمينكم كلكم على الحفله بتاعتهم اللي بيعملوها كل سنه. على فكره يا معلم انا رايح الحفله بتاعت بكره دي. بقول لك حفله معزوم فيها كل المخرجين والمنتجين والممثلين. دي دعوه لحفله شركه العدل، مدير الكلاسه بهالي. في لسه باسماء الناس اللي بتتعزم، بتعدي على سامي ومحمد ومدحت وجمال شخصيا عشان مش اي حد يخش الحفله. بص يا دكتور انا جبت اخر.